الإعراب والبناء. الكلمة في اللغة العربية إما معربة أو مبنية. الإعراب تغير ضبط آخر الكلمة تبعا لاختلاف موقعها من الجملة. نجح سامح، أكرمت سامحا، سلمت على سامح. نجح سامح، نجح سامح، نجح سامح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أكرمت سامحا مفعول به، سلمت على سامح مجرور نجح المجتهد، احترمت المجتهد، أعجبت بالمجتهد. نجح المجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. احترمت المجتهد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أعجبت بالمجتهد بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة.